شو هذه يا سعيد؟ ظلنا هاد كذي كم مرة قالوا لك الذكارة تخفف من شرب القهوة؟ وايد نشوف ناس مثل سعيد عصبية وصداع وخمول بسبب عدم دخول الكافيين إلى أجسامهم خلال أيام الصيام. عشان كذي المعتادين على شرب القهوة لازم يستعدون لرمضان على الأقل قبل أسبوعين من بدايته. بيخففون القهوة تدريجيا، يعني أول أسبوع يستبدلون كوب قهوة عادية كوب خالي من الكافيين، وثاني أسبوع يستبدلون كوبين. أعراض انسحاب الكافيين تظهر عند 95% من المدمنين على القهوة، وتبلغ ذروتها بعد 20 إلى 50 ساعة من آخر كوب. وممكن تستمر بين يومين وتسع أيام. أول أيام الشهر الفضيل هي الأصعب. ولتخفيف الأعراض يا سعيد، إلزم نفسك بكوبين بس من القهوة يومياً، يكون الأول بعد ساعتين من الإفطار، وعند السحور الكوب الثاني يساعدك في بداية الدوام. أما خلال السهرة فحاول تشرب القهوة الخالية من الكافيين يا سعيد، أو استبدلها بزهورات وأعشاب طبيعية. إذا كنتوا مثل سعيد تشربون وايد قهوة وشاي، يا ريت تستفيدوا من رمضان عشان تخففونها باقي الأيام. مبارك عليكم الشهر، عساكم دوم صحة وسعادة.